عليكم خوتي اخواتاتي كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن احوالكم ان شاء الله، ودخل عليكم ان شاء الله هذه السنه الجديده ديال 2023 باش بالصحه والسلامه وباش ما كتمنى ان شاء الله، وبطول العمر وبرضات الوالدين وبالرزق وكاع اللي بغى شي حاجه في هذه سنه 2023 ينولها ليه الله سبحانه وتعالى. خليو غير قلوبكم يكونوا بيضاء وقلوبكم تكون زوينه، وتوكلوا على الله وما تنساوش رضات الوالدين، وحتى شي حاجه ان شاء الله ما غتصعب عليكم. هذا الشيء اللي كاين. المهم قولوا امين في الكومنتار، قولوا امين اختي لعلها ساعه الاستجابه. المهم اخوتي اليوم ان شاء الله فلوق جديد عاوتاني كيف ديما، والضحك والنشاط اختي والدوران وصافي هادشي اللي كاين. صبر عطيها الدوران والضحك والنشاط، كاينه الخدمه وكاينه القرايه، ولكن ملي كتكون الضحك وداك الشيء ما كنزيدتش انني نصور لكم باش نموتيفيكم وانتم تفوجوا معايا. كيف ما شفتوا اخر فيديو كان عندنا، اخر فيديو كنت درته معكم هو الاصلاحات ديال الدار جديده، واليوم ان شاء الله غادي نخرجوا. جيت هنايا لسلسله جديده عند مالين الدار حطيتهم داك النهار، وجيت اليوم نجيبهم في الدار هنايا الثانيه، وغنخرجوا كاملين باش غادي نمشيو نشوفوا واقيلا الزليج ولا ما عادش شنو شي حاجه. المهم وهانتوما معايا، خرجنا ضحكنا لعبنا، غنوريكم الاجواء وداك الشيء كيف ديما. ما تنساوش ديروا لايك وتابونا في القناه، وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وصحاباتكم، وغران بيزو ليكم. يلا نبداو نهار. قبل البنات ما نبدا الفيديو شوفوا الميكاب كيفاش جاني، راه صاوب زعما الايلاينر غير بوحدي، وراه ما عنديش معاه بزاف زعما، ماشي كنعرف الميتريزي ولكن جاني زوين ياكم. المهم درت ميكاب غير خفيف، الا بغيتو شي نهار ندير معكم هكا شي تيوتو ميكاب ان شاء الله. المهم هادشي اللي كاين دابا، انا يلا وصلت ستاسيونيت وغادي نطلع عندهم. عرفتوا البنات كاين واحد الموت الصهد، واحد الصهد عجيب، ما فهمتوش غير حيت انا لابسه الصوفور ما عرفت علاش. المهم البنات هانتوما معايا. المهم البنات حنا دابا جينا نتغدى في واحد البلاصه، حيت انا جيت عندهم باقا ما واكله حتى شي حاجه. زدحوا لي الطوموبيل هكاك تيضلوا يزدحوا فيها. علاش زدحتي عاوتاني؟ فراس داك النهار الناس بقاو تيقولوا لي علاش ماما كتزدح لك الطوموبيل؟ لا والله ما زدحتها. ايوا انا قلت لكم حيت انا خرجت من الدار ما مغدياش، وتا هما قالوا جيت لقيتهم ما مغديينش. انت غتغداي معانا؟ غتعرضوا عليا تخلصوا عليا؟ غنعرضوا عليك، كنتي جيتي توصل لينا ما نعرضوش عليك. انت اختي شكون اللي عندها ما كتعرض عليها؟ خلي ارلي يدك، ارلي يدك. انا عندي 10 منك، خليك ليا. المهم غنمشيو نتغداو هانتوما معانا، نشوف نوريكم البلاصه فين غناكل. كناكل فيها ديما ديال الشاورما زوينه. لي لايك البنات، لي لايك ولي زابون. انا كنعاتبكم ما كديروش لي لايك لسامورا، لي لايك. كنعاتبكم قفرتوها. عندها لا ليفيو ولكن لي لايك نو. والو ما كاينش، ماشي مشكل. فضلا وليس امرا. فضلا يرضي عليكم. يلا البنات راه انا واقفه حدا البوليس، انت اختي دابا يجيو يهزوني. هانتوما البنات اسطوره الشام. هانتوما البنات على المنيو ديالهم، انا ديجا واكله عندهم، كان خديت شاورما عربي. ورق العنب خديتهم، ولكن جيت بزاف وقتك منهم واحد النهار حامضين شويه. المهم ها هما لي بخي. تبوله كتكون حامضه شويه. ها لي جو، لي جو فايته خديت عندهم هذا التشامي زويون. المهم البنات هانتوما معانا. مشكل سميتو مشكل، واول مره غناخذ هذا الشيء ديال نجي لنا كلها ماكله سوريه. قلت لهم مشكل، قلت لهم اولي مشكل 55 وهي راه مشكل واش فهمتي؟ قريتها مشكل وحق الله، حيت ما مشكلاش القرايه هي راه مشكل. والله يا البنات قلت لهم مشكل 55 درهم قولي نشري مشكل على قدو. ايوا صافي البنات حنا ناخذوا دابا لي بلون انتم هي الحبيبه، هي الحبيبه. هادشي قولوا لي في لي كومونتير نتهلا فيك. ما كتبتش انا نهلا يا زعما ما بقى والو ان شاء الله. هي مول نهار الاحد ان شاء الله. نهار الاحد ان شاء الله. غنتوحشوها عاوتاني. وانا سيمانه ان شاء الله. هذا هو الساندويتش ديك ليكم، الساندويتش دجاج كيجيبو معاه هكا الفريت بيني. شتو كيفاش دايرين؟ ها هو هذا شوفو كنحسناه، وهذا شنو سميتو سنة؟ عربي. عربي صورنا عربي دجاج. حنا خدينا ساندويتش دجاج. شوفوا شي تران داز من هنايا ومالكم فين كانوا سادين عليكم؟ هي مع الحمام والله الا شي تران داز من هنا، الجراد داز من هنايا. المهم والله داك الشيء بنين. ايوا صافي اختي حنا كلينا وغاديين في حالنا بنين، الله يعطيهم الصحة. البنات حنا غادي دابا تنقلبوا على واحد الحانوت سميتو اواني حمزة، اواني الدوحة حمزة. كاين هنا سلا جديدة قال لك عنده تعرضات وداك الشيء زوين، حنا غادي كنقلبوا. البنات حنا لقيناه، نمشيو ندخلو نشوفو واش كاينه شي حاجه زوينه ناخذوها. قال لك عندهم معنات زوينين سميتو اواني حمزه. ها انتم البنات شوفوا هنايا فنين هاد البلاطوات. شوفوا هادو شحال فنين زالي. نعم فن دقيق.
هذا ولا داك الاخر اللي كان ديال هانتي شتي بقيره زوين 50 درهم. شوف شوف الدراري شحال فن غزال فن. انا عجبني هذا، شوف هاد الكبيسه البنات ديال المنتخب غزالين فنين. هذاك زوين، هذاك سخان. شي الناس تيقول لك زوين كيهنك من المقراج. شحال درهم دايرين؟ شحال؟ غير 100 درهم باش كاين في الحوانت غنديرهم 30. هذا شحال داير؟ هانتوما البنات شوفوا هادو شحال فنين، هادو راه غير ميكا وتيبانو غزالين. فراريقة هاد داير 100 درهم. شوفوا هادو اللي حمقوني أنا كاع هاد الرصاص في الكحل بديالهم. شوفي هادي فنة انا عجبني هذا غزال. هذا شوفي تهرس لماما بحالو تهرس لينا. ها نتوما البنات شوفوا هادو 60 درهم الوحده زويون عرفتي راه ثقالين. هادي ديكورات هادي طويله فيهم، هادي طويله نتينا نوريها زوينه فيهم، هادي طويله وفيهم هادو اللي مدوره زوينين. عندك مزيمتين شوفي هادو وحليت شوف زوين لا لا ماشي من تما من القطه هانت تنحلها نشوف زويونه فيها هاد السدادات ديال الخشب. شحال هادي سنه؟ 230 زوينه زوينه هاد الخشب الفطور هكا زيت زبده زبيتينات وعسيله ولا شي حاجه بحال هكا. اي حاجه فوالا البنات هاد الكاش شحال كيحمق غزال. فيه هذا وفيه حتى الخضر البنات لقيتونا. يلا دخلنا دابا، دخلت عرفتي خصي المود ديال البرد في الزنقه ما نقولش لكم. صافي غادي يلا درنا كاسكروط، ما قديناش ناكلوا شي حاجه من بعد، بقينا منفوخين من الغدا ما تغديناش بكري، خدينا غير كويس ديال اتاي وصافي. ودابا غادي نوريكم داكشي اللي خدينا من داك الحانوت ديال ماء عن غزال، داكشي عنده العتي الفرع ديال الفروع غير حنايا جينا معطلين يعني تا بدا بداو كيتباع داكشي يعني حيت دار انونس وكلشي الناس تبارك الله جاو شراو يعني خدينا حنايا داكشي اللي بالينا زوين وصافي كنا معولين ناخذ شحال من حاجه. غنوريكم دابا شنو خدينا. حاجه هي هاد عندها لكم من الاول حتى الاخر من داكشي اللي شفتو معايا. اول حاجه اللي حمقاتني البنات انا وسطاتني سطاتني سطاتني بزاف وقلت لماما والو تشريها والو هي هاد هاد البلاطو الغزال. شوفوا البنات كي داير، ضرب لي فيه الرينغ لايت سطو. شوفوا كيفاش داير فن كيحمق. عرفتوا شنو راه صحيح والله البنات وثقيل ثقيل 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 ما نقولش لكم شحال ثقيل ثقيل بزاف. عرفتي قالت لي ماما عندها مسكينه صياتي قالت لي شوفي هذا خصو يكونوا الضياف ولا شي حاجه انت اللي هزيه انا راه ما قدتش نهزو. قالت لي ثقيل عليا ثقيل. وشوفوا كي داير البي اللي فيه ما عند حنا عندنا بحال قلتو سيرفيس ديال الماء عند في الدوغي غيجي زوين معاه. شفتوا زويون هذا خديناه ب 100 درهم وقيله ولا ما عرفتش شحال 100 درهم ولا 1600 والله والله ما عقلت بحال هكا. المهم انا غنتفكر ونكتب لكم الثمن هنايا في فاش حاجه خديناها البنات هي هذه هاد بحال الفراقه ديال الحلوه بحال تقدروا تقولوا لهم كيف ما بغيتوا. ها هما كيجيو في عرفتوا كيفاش دايرين هادو. شوفوا هما كانوا معروفين ولكن هاد الديكور هذا اللي لقيت عنده ما مطليش بزاف فهمتوا. ديكور زويون فيه في الجناب ديالو زوين عجبني خديت وحده صغيره وحده مويان. نوري لكم انا البنات راه مشعوطه على الماعن راه كنحماق على شي حاجه سميتها الماعن رغم ملي كندخل هكا عند شي حانوت الماعن صافي تنبقى نقول لهم غير هزي لا هزي لا هزي اللي بغيتي هزي صافي كنتسطع عليهم كيعجبوني. كنبقى نقول لماما ما بقاش اختي نشري لك الماعن تندير ضاري عند نشري الماعن. هانتوما البنات شفتوهم هانتوما انا نوريكم من الجنب كي داير. شفتوا هاد اللعيبه ديالهم انا عجبتني غير هاد الديزاين اللي كاين هنايا هذه الكبيره وهذه المتوسطه وراه كاينه الصغيره ديالها ولكن جاتني اللي ما كتنفع حتى حاجه قلنا بلا ما ناخذوها. ها نتوما شفتوا فنه وحتى المرايه ديالها زوينه. ها نتوما
زوين صافي. هادشي اللي هاد جوج البنات. ثالث حاجه خديناها البنات هي هادي حتى كنا خارجين يزبل ليا في الباب، قلت والله سنا خدوها زوينه وشيك فهمتوني. مثلا بحال كملي تكونوا عندك الضياف وكتبغي تحطي بتيبان ولا تحطي هكا كريسات ولا المهم شي حاجه هكا اللي خبز ولا هكا خبيز، هذاك الخبيز اللي تيكون بالزرارع تيكون شيك وداك الشيء. الا بغيتي تحطيه ما تحطيش هكا في الطباطل، كتحطيه في الشبيكه ديالو. ها هي الشبيكه ديالو شفتو، نوري عليكم فنه هي غزاره وكتجي معها السليله ديالها شفتو. ها هي الشبيكه، عرفتوا واش كتبان لكم زوين الديكور ديالها ولا لا، ولكن المهم ها هي شفتوا. وها هي السليله ديالها كتجي فن بالسليله، السليله كتحطي فيها هكا الخبيز ولا هذاك الشيء اللي بغيتي تحطي وكتجي شيك فهمتوني. كتحط هكا فوق الطابله سورتو الا كان عندك هكا تيم التيم كامل في الدوغي كتحطيها هذه شفتوا. هذه 50 درهم البنات، هذه خديناها ب 50 والبلاطو هذيك الفراقه انا غنكتب لكم الثمن ديالهم هنايا لتحت. شفتوا كيفاش داير؟ هذه اللي بقيت عاقله عليها حيت صافي تخرجنا بحالنا صافي. ماما مجات للطوموبيل غتحط داكشي وانا نقول لها بلاتي بلاتي راه بانت ليا هذه. وخالتي خدات واحد البراد زوين حتى هو وخدات البلاطو فحال ديالنا. البراد اللي بقى في الطوموبيل معاه هي باقي عندها تمشي للدار، ما بغيتش ندخلو هنايا. المهم دابا نوريه لكم نقول لها تصوروا اليوم نخلي لكم تصورتوا هنايا. شفتوا كيفاش داير؟ كيفاش دايره هاد الشبيك؟ انا حمقاتني ومازال عنده داكشي غزال، غير هو تباع تباعوا بزاف حيت عنده واحد الكويسه حتى هما فنين. المهم حنا خدينا غير داكشي اللي باين زوين واثمنه مناسبه، هادشي اللي كاينه كبيدات. المهم بدات هادشي هو اللي خدينا اليوم، هادو هما المشتريات ديال اليوم، كنتمنى يكونوا عجبوكم. دابا البنات دخلت وبقيت كنقول خاصني ندوز خاصني ندوز حيت غدا قاريه وشوفوا شعري كيفاش مزيت. فقلت علاش لا ندير معكم لا روتين ديالي بالليل اولا لا روتين ديالي من مرض شنو كندير وداك الشيء باش كنبقى البشره زويونه صافيه وليدغاتاسيون. المهم نشارك معكم شنو لا روتين ديال اللي كندير. دابا غادي ندخل البنات نغسل قبل ما ندوش، غادي كندير نورمالمون الزيت ضروري ضروري قبل ما ندوش ندير الزيت لشعري لهذه الجلده ديالي وعاد لي غاسلين حتى هما كنرطبهم. ولكن دابا حيت تعطلت الليل هذا خاصني ندخل دغيا ندير غير تدبيشة ديال الزربه، ولكن من مورا الدوش غادي ندير غادي نحك في الدوش بلوطو ضروري خاصني نحك لان ما مشيتش للحمام ولا مشيت للحمام كنحك في الدار. كيف ما قلت لكم غادي ندخل ندوش دابا ومن نخرج نشارك معكم لا روتين اللي كندير ديال السكين كير ديالي في الليل وسورتو سورتو من مورا الدوش وسورتو في الشتا. فهاد الوقيته ديال الشتا ضروري ضروري البنات ما نيدغاتاو بزاف ونعتنيو شويه بوجهنا باش ما يتقشرش باش ما يبانوش التجاعيد باش ما يبانوش بزاف الحوايج خايبين. المهم بقاو معايا حتى لخر الفيديو. غوكبيدات انا رجعت دابا ومن بعد ما دوشت عرفت البنات المد البرد راه تكمت في البيروار، خفت من البرد ما قد على شي مرضى. كلشي اللي قال لك المغرب النص فيه مرض نص فيه الاخر حتى هو تيكحب. المهم البنات مالفه صراحه قبل ما ندوش كندير كوماج ديال القهوه، ولكن دابا ما درتوش قبل ما ندوش باش نديرو معاكم. وجهي خليت حتى دوزت عليه الثلاجه باش تسدو المسامات عاد ندير كوماج ديال القهيوه وزويته هي ديال اللوز يا ارغان يا زبيده بلديه بلا ملح اللي عندك. المهم يتقومي بها وجهك صافي. دابا غادي نديرو على وجهي عاد نجي نوريكم الماسكات اللي غندير. ها نتوما كفيدات غنخلعكم كوميت وجهي مزيان ودرت حتى في مي هاد الكوماج البنات زوين. بعدو غير من الكونتور د العين حيت هاد الكونتور د العين تيكون عندنا الحمى رهيفه، يعني ملي كنبقاو نكوميو بزاف تحت منها كتجرح. صافي دابا غادي نمشي نغسلو بمي هدافيه ونرجع لكم. البنات انا غسلت وجهي وبغيت نقول لكم واحد النصيحه بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من الحبوب في وجههم اولا كيعانيو من وجههم كيضريو فيهم مثلا الحزاز اولا الكزيما اولا. والله الا البنات هاد السيمانه هادي كنت في مع واحد الطبيبه ديرماتولوج وقالت لي اغلبيه ديال لي كان ماشي قالت لي حتى شفتهم بعينيا اغلبيه ديال لي كان اللي كيجيو كلهم بنات كتلقايها باقا جون وصغيره وزوينه وكتلقايها مسكينه نايضه لها هكا شي طبعه في وجهها هنايا ولا في ولا هنا في زعما في جبهتها ولا في حدا فمها بسبب هكا الماليجيان. كتلقايها هكا مثلا الفوطه مسخه ولا مسحات فيها يديها ولا مسح فيها شي حد معاها في الدار يديه ولا رجليه وكتجي هي ما كتعرفش باغينيورونس وكتمسح بها وجهها. فالبنات من الاحسن من الاحسن باش تفاداو كاع هاد المشاكل ما تبقاوش تمسحوا وجهكم بالفوطه ديما كلينيكس شطابل كلينيكس هكا اما بابي جينيك ولا هذاك الكلينيكس ديال الكوزينه ولا خذوا هذاك الكلينيكس اللي تيكون في هكا كيتخال وحده بوحده ديال الطوموبيل هذاك حتى هو تبقاي تحطيه غسل تمسحي به غير وجهك فهمتوا. هكا كتيفيتي كاع الحبوب ولا تخاص وداكشي. شوفوا ها نتوما ها وجهي
انا واخا هاد الايام بداو كينوضوا لي شي حبيبات ديال الحساسيه حيت انا عندي لازم وعندي الحساسيه ديال الغبره وهاد الايام قطعت الكينه ما بقيتش كنشرب هاد الغبره واجي تشوفوا راه عفتر كنبقى نفرس تخيلي كينوض داك الحبوب كنبدا نعطس ونيو في حساسك كيسيرو وكنبقى وداك الحبوب رقيق كيبقى يطرطق في الوجه بسبب الحساسيه ديال الاليرجي يعني انا عندك عارفه ديال الاليرجي غير كنشرب الكينه صافي كيمشي صافي هادشي اللي كنبدا دابا انا غسلت وجهي وغنوريكم صراحه من مورا الكوماج مولفه دائما كندير ماسك طبيعي خرق ومضر ممسوس كندير الكاكاو ومايزينا ودان ممسوس حتى هما هاد لي ماسك البنات راه غير فقط الايدغاتاسيون كينعشوا البشره وصافي ماشي غتقول لي غيحيدوا لك لي طاش ولا نكذب عليك الكذاب مع المداومه ممكن ولكن زعما شي حاجه ميغاكل معجزه شي حاجه العصا السحريه راه ما كايناش صافي هادشي اللي قلت لكم مالفا كنديرو ولكن دابا الليل على 12 الليل هذا انا ما دخلتش دوشت بكري غادي ندير فقط غير واحد الماسك عندي موجود نوريه لكم هو هذا كنت خديته هما البنات ديرنييرمون ها هو ماسك ديال لالوي فيرا زوين وجاو معايا كنت خديتهم وغادي نديرو دابا لوجهي معاكم ماسك زوين ونوريكم حتى هذا ديال تحت العينين زوين ولكن نورمالمون هذا ديال تحت العينين شفتو ديال الساقن كنديرهم ملي تيكون عندي ما دايرهش هذا فهمتوا اما دابا هذا راه كيدوز ليا تحت حتى على تحت عينيا وكيف ما مكتوب فيهم راه رافريشيسون اي هيدراتون صافي هادشي اللي كاين يعني راه ماشي اي بيضك ولا شي حاجه المهم البنات انا غنديرو دابا حداكم عفوا البنات بقوه مجال البرد ما قديتش نحيد القب والله ما قديت نحلو معاكم الله حتى غير الريحه بعدا اللي فيه كتحمق ومساخات كيبقاو يكثروا هذاك البرودوي هذا ديال لالوي فيرا تيكثروا هذيك لالوي فيرا اللي كاينه تما كنشوف واش كنبقى ندير لها كنجبدها هكا وكندوزها على وجهي هو الاول وعاد اختي كندير الماسك انت والو ما يضيع شتو حنا المغاربه حتى حاجه ما تضيع عندنا ولا شاط ليا تنديروا لوجهي تنديروا ليديا الله يلا حنا عندنا البرد في هاد الايام تحرك عندنا شويه البرد هنايا واخا الدار عندنا سخونه دابا عاد خصنا نجبدو الماسك كذا الله لقيتي قطر عاوتاني ونحط هذا هنا ونديرو الماسك كذا عرفتو تيكونو تيقطرو عاد شناهي كيقطرو عاوت تعلقو هادشي باش متنحملش هاد لي ماسك هاد ديال فين هو الوجه هاهو البنات نصاوبو ورجع ليكم حمقني هادشي فوالا البنات انا صاوبت دابا ماكس الماسك على وجهي غادي نمشي نتكا ختي وندير موسيقى هادي افو فوديناتي باش نحس اختي بالماسك يشربو وعظامي يشربو وجهي عاد نرجع ليكم والمهم الا نعست ما شتوني ما شتكم الا مشيت نعست بالماسك صباح مقرمل على وجهي كنضحك معكم البنات نمشي نتكا واحد شويه غير هكا نتغسل العجل باش داك الماسك ينتفع منكم كوا ونرجع ليكم صافي البنات انا دابا كنحيد في الماسك عرفتو كي ايدغات كيرطب بواحد الطريقه ما كتصورش غنمشي نغسل دابا هاد الشيء اللي في وجهي هاد اللاكس ديال الماسك وصافي ونرجع ليكم ايوا صافي البنات عرفتو دابا وجهي رطيب كنحس بيه بهاد الماسك اللي دات والله الا الحاجه الوحيده اللي زوينه فيهم هي كي ايدغاتيو دابا صافي غادي نعاود ليدغاتاسيون بهاد الكريم هذا ديال كريم ايدغاتون ديال غالبي ديرماتولوجي او صافي او نوض نتنعسو حالنا اليوم البنات راه قفرتها ما كاين لا ريجيم لا والو عطيتها غير الشكلاط السيمانه كلها ما تنشربش الحلاوه ما كناكلش الحلاوه مثلا ناكل زعما الشكلاط وداك الشيء ولكن والبارح زعما لي راس العام ما كليت واليوم البنات زعما قلت درت داي اوف نهار زعما لوف ديالي هو الحد باش ما نحسش براسي تحرمت وداك الشيء فهمتوني صافي انا ماشي مزيان وها كنديرو دي موفمون هاك كونكو كتحسوا حتى براسكم ارتاحيت وكتحسوا براسكم درتو شي حاجه ومن بعد كندخلوا هذاك لا كريم ايدغاتونت وصافي البنات ها انتما اختي ها لك لا ها انتما واش بغيتو مازال ها البريو تنبريو
المهم البنات تصبحوا على خير، غادي نمشي دابا نعس، غادي نمشي نغسل سنيناتي ونعس صافي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله. ديروا لايك وابوني الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وصحاباتكم، وكنبغيكم بزاف.